وهكذا الفقهاء العظام يقولون إذا واحد استاك المسواك، هذا المسواك يأخذ بقايا من الرطوبة، كلامي في المسواك الشرعي يعني عود الأراك، هذا يأخذ مقدار من الرطوبة من الفم. ما دام المسواك في فضاء الفم ما في مانع أن يبلع هذه الرطوبة الموجودة في الفم والتي هي من الفم. أما إذا طلع المسواك هذه الرطوبة صارت رطوبة خارجية، الشيء إذا خرج من البدن يصبح شيء خارجي، فإذا أعاد المسواك مرة ثانية إلى الفم لا يحق له أن يبتلع هذه الرطوبة، لأن هذه الرطوبة أصبحت رطوبة خارجية، إلا إذا علمنا علم بأن هذه الرطوبة استهلكت استهلاك، يعني بعد ما إلها وجود انعدام بالنظر العرفي، وإلا بالدقة العقلية خو ما منعدم، مثل قطرة من الدم إذا ألقيتها في الحوض بعد مدة تشوفون أنها انعدمت، هذا مو انعدام حقيقي لكن في نظرنا انعدام هذا، فإذا انعدمت ما في إشكال، ولكن من أين نعلم أن هذه الرطوبة قد انعدمت واستهلكت؟ فإذا واحد يجب أن يدقق في هذه القضية. أكثر من هذا، المرأة عندما تخيط، عندما تبلل الخيط، هذا الخيط يأخذ رطوبة، فإذا أعادت هذا الخيط إلى الفم هاي الرطوبة الخارجية دخلت في الفم، فلا يحق لها أن تبلع هذه الرطوبة. المسواك المتداول الآن ما هو حكمه؟ الجواب ما في إشكال، المسواك والمعجون ما في إشكال، ولكن ينبغي أن يواظب الصائم أن لا يصل إلى الحلق. الحلق يبدأ من مخرج الخاء، حرف الخاء هذا بداية الحلق في الإصطلاح الفقهي، فإذا هذا الماء الذي يستعمل ما وصل إلى مخرج الخاء ما في إشكال.